روحا يمنى روحين، لو قلبي دق دق من سمع دقة قلبين، رح تبقى قصة هوانا شوكي بهالعين، رح تبقى قصة هوانا شوكي بهالعين، وما بيقول فرقنا لو شو ما صار، قصة مش قصة ليلى ولا المجنون، قصة ما قصة حب ما في مثلها بهالكون، نحن اللي علمنا الهوى يعشق بجنون. اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا فيكم ومساء الخير وكل عام وانتم بخير. اهلا وسهلا فيكم بسهره رؤيا لليله، سهره راس السنه اللي بنتمنى انه تكون عند املكم فينا. بنعيد عليكم بنقول لكم كل عام وانتم بالف خير، وان شاء الله هاي السنه تكون سنه خير ومحبه وراحه بال بكل بيت اردني وعربي وبالوطننا الغالي الاردن. منودع سنة ومنستقبل سنة، والعيد بالنسبة لنا هالسنة هو عيد رؤية اللي بتستقبل بتودع سنتها الأولى، ونتمنى لها يا رب كل النجاح بالسنة الجاي وكل التميز في سماء الإعلام الأردني وببرامجها الجديدة يا رب. رؤية باختصار هي قصة نجاح، وأكيد وراء هالنجاح هي إدارة مميزة ممثلة برئيس مجلس الإدارة سعادة ميشيل الصايغ، وأيضا المدير العام لقناة رؤية المهندس فارس الصايغ. بنوجه لهم أجمل تحية ومنعايد عليهم وفريق متكامل من المحترفين اللي أبدعوا وحبوا شغلهم. إذا إحنا منحيي كل الجنود المجهولين اللي كانوا وراء هذا النجاح
المتميز. بنشكر الله طبعا على هذا النجاح اللي حصلت عليه رؤيا، واحنا بنعيد عليكم، بنحكي لكم كل عام وانتم بالف خير، وخليكم معنا بهاي الليله المتميزه. واكيد دعمنا منكم اكيد محبي قناه رؤيا ومشاهدي قناه رؤيا الاوفياء وللداعمين لهذه القناه. احنا بالطبع عندنا بحفله اليوم، اسميها حفله لانها بالفعل احنا محتفلين، عندنا جوائز قيمه راح نقدمها خلال هاي الحفله. راح يكون في سؤال مميز للحلقه، راح نسال السؤال اللي هو ما هو تردد قناه رؤيا الكامل؟ شو هو تردد قناه رؤيا الكامل؟ وبالطبع راح يكون في جائزه كبيره عليها قيمتها بقيمة تقريبا 315 دينار، هي حتكون عبارة عن جائزة مجوهرات أو ساعة مقدمة من أبو شقرة بقيمة 310 دنانير، بالإضافة لمستحضرات للبشرة بقيمة 200 دينار. أكيد كمان نعايد على توني، كل سنة أنت سالم توني. كل سنة أنت سالم توني. أنا بدي أعايد على كل عم بشوفونا كمان، كيف إن شاء الله هيك نكون خفين عليهم اليوم وتكون سهرة حلوة. أكيد بوجودك سهرة كتير حلوة. أكيد الله. طبعا أنت بنعرف أنك مشغول ما رح تطول، بس حابين نسمع منك أغنية، يعني اليوم نضلنا نغني، بدناش أسئلة بدناش حفلة عن جد يعني. عن جد عن جد. يلا بنغني. حفلة على غفلة. يلا. مغروم اسمع. مغروم. يلا. مغروم قلبي بالهوى، عمره غيرك ما هوى، وبنضال والله بنكوى لو ما تكوني لي. We'll be right back.
ثانك يو توني. اغنيتين غناهم توني بالنسبه لي. يعني احنا كثير اليوم سعده ومحظوظين. توني هذول اغاني كتبتهم لدانا ولا قبل ما تعرف دانا؟ دانا توني لحظه ما يجاوب. انا مره سالناه وما جاوب, في جاوبت دانا عنك. قلنا ايش الاغنيه اللي كتبتها لدانا؟ هي قالت كلهم هيك دغري بكل تواضع بكل صراحه. كل شيء على الهواء انتوا عادي. احنا ما عندنا شيء بيننا وبين لا بس نعم ام لا يعني مش كثير اغاني طبعا. هلا مغروم كتبتها لدانا ولا كانت قبل دانا؟ ما ببالي لدانا. صراحه يعني محظوظه. بتعرفي لو حدا يغني لي هاي الاغنيه الله يبعث لك حلو. بس يعني ان شاء الله ان شاء الله يستمر. ان شاء الله هذا اهم شيء. هلا بعد الجيزه بحكي له ايش راح تكتب, بيحكي لي حاجه تنق. بتعرف اللي بيميز اغاني توني بالفعل كلماته الحلوه والشاعريه. يعني واضح انه بالفعل مغروم. بتحسه مغروم؟ بعدك مغروم؟ بعدك مغروم؟ صف الموضوع شخصي. قال لك شو جايبين نحكي احنا نقوم نروح على سالم. هذا اسمه البرنامج بصراحه مع رؤيا. احنا ما حبينا نحكي لك بس. شو عندك جديد توني؟ شو عندك جديد توني تفرجينا اياه بال 2011 ان شاء الله هيك على اول السنه حيكون في سنجل جديد. في اكثر من اغنيه عاملها بس بس يعني حنطرح واحدة بالأول على السوق. سينجل جديد نستناها منك. شو الستايل, شو اللهجة راح تكون؟ لسه احكي لي اللي سمعناها. في تنتين نختار منهم. احكي لي اللي غنيت لنا إياها. إن شاء الله إن شاء الله رائعة راح تكون صراحة إن شاء الله. طيب توني بدنا ننتقل إحنا للفقرات, لكن قبل نسألك أمنياتك لل 2012. أنا أمنياتي زي كل سنة, يعني أنا كل سنة بتمنى هيك يضل واحد باله مرتاح, صحته كويسة, كل شيء, هذا أهم شيء بالآخر إن شاء الله. ولا راحة البال اهم شيء. اهم شيء والصحه. أهم شي. طبعا الصحه اهم طبعاً. شيء طبعا اكيد اكيد. يعني احنا اكيد معرفين انه السنه الماضيه او من اعتبار 2011 حققت شيء كثير مميز بانك تزوجت خطانا. لكن يمكن بتخطط لشيء مستقبلي صح؟ يعني كل واحد فينا الا بيكون بيخطط لشيء مستقبلي, فانت يعني في بالك شيء معين بالاخر. احنا بالذات بشغلنا كفن يعني دائما بتدور على الشيء الجديد, دائما بدك شيء تعمل تتطور اكثر واكثر. فالموضوع الصعب هو انه انت دائما تضلك مستمر بالاول بلشت فيها وتصير احسن ان شاء الله. الله يوفقك. فاكيد في طموحات, في افكار, بس شوي انا عم بدرس خطواتي واحده واحده. يعني ما بحب اخطط كثير لبعيد, بس برضه بخطط يعني ديورينج الأكم من شهر ايش بدي اعمل. فان شاء الله حكون في سنجل جديد يمكن تتصور. بيجيك الله يوفقك. حتى سهيل يعني اكيد. الله يوفقك موفق. بدنا نشكرك اكيد انك بديت السهره معنا. رح ننتقل هلا للفقرات. شوفي عندنا مستعجله بتخلصي منه ليه؟ بده يروح يوصل. هو بده يروح يشتغل. الناس بتستنى. في ناس بدها تسهر بكير. الناس لسه ما والله فكرت رح يبقى معنا. لا عندي حفلات. اكيد توني احنا بنتمنى لك سنه تكون حلوه فيها صحه وسعاده, وان شاء الله بتتحقق كل احلامك. يخليكم يا رب. هيك دائما نستضيفك على الاغاني الجديده اللي بتعملها. ان شاء الله رؤيه من سنه لسنه يعني تكون احسن واحسن ان شاء الله. وما شاء الله عليكم يعني بسنه عملتوا ناس صار لها 20 سنه مش عملتوا. صح. شكرا. شكرا لك توني. شكرا. رح ننتقل احنا كمان شوي لإلين من فندق ايفرست لنعرف كيف الاجواء الاحتفاليه هناك. وبعدها رندا شو عنا؟ رح نسمع كلمه السيد ميشيل الصايغ بمناسبه بدايه رؤيا. ايضا راح نكون مع الفنان مقلد الاصوات عبد الفتاح العيسي, راح يكون معنا على الساعه 10 اكيد 10 المساء مش 10 الصبح متعوده احكي 10 المساء الساعه 10 الا 5. بيقلد هو شخصيات عالميه مع اللبس والصوت, فكتير محضر لنا مفاجات كتير حلوه لهالسهره المميزه. واكيد راح يكون معنا المهندس فارس الصايغ لنحكي عن رؤيا بما انه المدير عام قناه رؤيا, والاستاذ بشار الربض المدير التنفيذي لرؤيا. كمان رح تكون معنا غادي التلي, الشيف غادي التلي, اكيد رح نستقبلها بفقره خصوصي تعملنا فيها كيكه بالعيد وبالاحتفاليه اللي عم نحتفل فيها. بس اللي بيميز الكيكه انه حيكون في جواها شيء مميز, جائزه. يعني اكيد احنا حنستقبل يعني اتصالات لمين الجائزه هاي؟ حيكون في جائزه لكيفه فرصه هي مجوهره بقيمه 250 دينار لك. لك فرصه لانه ممكن تطلع على مرتك يعني خاتم محرز. فاحنا اكيد باستقبال اتصالات المشاهدين بانتظارهم. لازم فورا تتصلوا فينا حتى تشاركونا بهي المسابقات والاسئله اللي مطرحها عليكم حتى تدخلوا بالسحب في نهايه الحلقه الساعه 1 تقريبا. رح نعمل سحب على الجوائز القيمه اللي بتقدم لكم اياها قناه رؤيا اكيد مع الراعين للقناه.
Mm-hmm.